لا رواتب لموظفي القطاع العام في نهاية تشرين الأول، وسبب التأخير يعود إلى عدم توقيع وزراء حزب الكتائب قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لرفضهم التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. ما رح يتأخر القانون، بيقدروا يدفعوا لهم رواتبهم اعتبارا 3/11، بس كمان مركز رئاسة الجمهورية وخلو هالمركز له أهمية. ما فينا نشعر الرأي العام أنه كل شيء ماشي. وفيما يقول وزير المال علي حسن خليل أن دفع الرواتب لن يتأخر أكثر من 4 أيام عن موعده، من ضمنها يوم عطلة، وذلك على اعتبار أن القانون الصادر في جلسة الأول من تشرين الأول يصبح نافذا بعد شهر من صدوره حتى لو لم يحمل توقيع جميع الوزراء. يرى الموظفون أن لهذا التأخير تداعيات سلبية عليهم. هذه الرواتب جدا قليلة ومش عم تأدي الموظفين لعشر شهر، اضطروا الموظفين إلى الاستدانة، إلى أخذ قروض من البنوك، وهذه أنا برأيي هاي القروض في حال التأخير بدفع الرواتب والأجور لهذه الفترة الزمنية بدها ترتب نتائج سلبية عليهم للموظفين، بدها ترتب عليهم دفع فوائد إضافية، وبالتالي من يتحمل هذه المسؤولية؟ حتى الجيش اللبناني الذي يخوض أشرس معركة ضد الإرهاب لن يسلم من هذا التأخير، إذ علمت الـ LBCI أن قيادة الجيش أصدرت برقية بتاريخ 28 تشرين الأول تعلم العسكريين فيها بتأجيل دفع الرواتب حتى 7 من تشرين الثاني لأسباب تقنية خارجة عن إرادتها. كان ينقص أهالي العسكريين المخطوفين أن تخطف الدولة لقمة عيشهم وتؤخر دفع رواتبهم، فإليكم ردة الفعل. غنوة، من وقتها من خطف محمد انت عم تقبضي راتبه عادي؟ ايه عادي، اكيد كل اول الشهر عم بقبضه. انت عارفة انه هيدا الشهر ما رح تقبضه بواحد الشهر ورح يتأخره لسبعة شهر؟ لا بعدني مش عارفتني، بس اذا بيكون هيدا الشيء مزبوط فعيب الشوم عليهم، لانه فوق ما الشباب مأسورين هني بدون يأجلنا المعاش، يعني بكفينا همومنا، واصلا المعاش بعدين عم نحطه عم يدوب يأدينا يومين، عم نحطه اجران طريق واكل هون. إذن هل يجوز أن يدفع الجيش اللبناني ثمن الصراعات السياسية مرتين، مرة في الميدان ومرة أخرى بتأخير رواتبه الزهيدة أصلاً؟